ازاي قدرت احدد نوع وشكل الوش بتاعي علشان نقدر نختار لفه الحجاب اللي بتكون مناسبه مع نوع وشكل الوش؟ اول حاجه الفلتر ده بيساعدنا جدا اللي احنا نقدر نحدد ايه هو شكل وشنا. وعايزه اقول لكم لو انتوا بتستخدموه لو احتارتي ما بين شكلين مش عايزاكم ان انتوا تقلقوا خالص، لان غالبا هيكون الشكلين قريبين من بعض والاخطاء فيها بتبقى متشابهه والحاجات الصح برضو بتكون متشابهه فيهم. لو عرفتوا انا ايه هو شكل وشي وايه الانسب ليه اكتبولي في الكومنتات، وانتوا كمان جربوا قولولي ايه هو شكل وشكم. دلوقتي هقول لكم ايه هي الاخطاء اللي احنا في كل شكل وش المفروض نتجنبها وايه هي الحاجات الصح اللي احنا نعملها علشان تكون مناسبه معانا. وهنبدأ يا جماعة بشكل الوش اللي هو المدور وكمان المربع والبيضاوي الأقرب للمدور. كسرة بتاعت الطرحة ما ينفعش تبقى عند الحاجب زي اللفة الكويتي، أبدا مش هتكون مناسبة معي، ولا لنا جيب الطرحة حتة واحدة كده من الجنب برضو مش هتكون مناسبة مع الثلاث وجوه دول، ولا لنا أبعد الطرحة كده وبين جزء كبير من البندانة مش هتكون برضو مناسبة أبدا مع الثلاث وجوه دول. الصح اللي أنا أقرب الطرحة عند البندانة وأعمل الكسرة يا إما من عند العين أو من عند عظمة الخد، يعني جربي الاتنين عشان تشوفي إيه هي الأنسب. تمام، ديت اللفات الحاجات اللي هتبقى مناسبة، وبعد كده اختاري اللفة اللي تناسبك. أنا مش هنا مش بوريكم لفات. أما بقى الوش اللي هو بيكون بيضاوي جدا، بيضاوي صريح وكمان طويل، ما ينفعش اللي أنا ألبس البندانة المرفوعة أو اللي أنا باين جزء كبير من البندانة، ده هيدي بيضاوية وطول أكتر للوش وأبدا مش هيكون مناسب خالص مع الشكلين دول. وحتى لو عايزة أرفع الطرحة ممكن أرفعها بالطريقة ديت، لكن ما ينفعش اللي أنا باين جزء كبير زي ما قلت لكم. تمام، اما بقى بالنسبه للوش اللي هو القلب والمثلث والمثلث المقلوب، ما ينفعش ان انا اعمل مثلث كده من فوق، مش هيكون ابدا مناسب مع اشكال الوجوه ديت، ولا حتى ان انا اعمل اللي هي عايزه اقول لكم عارفين الكسره وبعد كده اجيب احدد الدقن قوي، مش هتكون مع المثلثات دي ابدا او مع القلب تكون مناسبه، لا بالعكس مش هتكون حلوه خالص. عايزه اقول لكم كمان ان اللفه اللي هي بتكون مفتوحه ديت هي اللي بتكون انسب مع اشكال الوجوه ديت، بتبقى حلو اللي احنا ما نحددش المكان ده ونعملها بالطريقه ديت، وفي لفات كتير قوي هتكون مناسبه. كمان اللي احنا نعمل الطرحه ونقربها قوي للجبهه، هي شكل القلب بيكون جبهته صغيره فما ينفعش ان انا اقرب الطرحه زياده، لا هنا ممكن ابين البندانه عادي جدا. كمان الطريقه ديت هتكون حلوه قوي برضو مع الشكل القلب اللي انا اعمل الطرحه بالشكل دوت. من ضمن برضو الاخطاء بتاعه المثلث الاولاني وهي اللي انا ابين الفك قوي واعمل الكسره، عارفين الكسره بتبقى في اخر الفك، واللي انا احدد الفك كله ديت ابدا برضو مش هتكون ابدا مناسبه اللفه ديت، فخدوا بالكم. لكن